احنا عايزة ابتدي من عند برديس، وانا عاجبني قوي طبعا الزي كله جميل يعني، وشايفة فيه تنوع سواء في الالوان او في الستايل نفسه، لكن يمكن برديس شوية الزي مختلف. وده لبس الخروج العادي يعني ولا لا؟ ده عرس. اول شيء حياكم الله جميعا، وتحيا مصر، مصر بلدنا الثاني. الزي هذا في مناسبة الأعراس أو أفراح، فهذا هو يعني مستحدث، ما هوش الزي اليمني القديم. ده المعازيم ولا العروسة؟ لا، للعروسة. للعروسة أو للمناسبات، مثلا في الوالدة اللي بعد ما تنجب تخلف يعني، بعد الأربعين كده تلبس مثل هذا الزي. فهذا يعني الان هذا العشر سنوات قد كان اندثر التراث اليمني. في اي منطقه من اليمن؟ من صنعاء. من صنعاء. طبعا قد كان اندثر التراث اليمني، بس هاي العشر سنين الاخيره بدانا نستعيد تراثنا، لبسنا، حلينا. اليمني مشهور بالعقيق وبالفضيات بالمشغولات اليدويه، فالان بدانا نستحدث هذا الشيء. لازم يا جماعه، اصل اليمن يعني التراث والحضاره العربيه كلها والشعر وحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها من ساعه ما دخلوا الاستوديو على فكره، وطاقتهم الجميله، طاقه كل اهل اليمن حضرت معاهم. فانا بحييكم مره ثانيه تحيه خاصه، طبعا تحيه عامه ليك كلكم، وتحيه خاصه لاهل تريم، لان تريم ليها عندي ذكريات وحاجات كتير. انا هروح بقى شويه لايناس، لان اللبس مختلف خالص. ايناس من قبيله العبسي، يعني عبسي. قبيلة عنترة العبسي، قبيلة عنترة وشداد، عنترة وعبلة قصدي. عنترة وعبلة، أنا مظبوط كلامي كده؟ يعني أنت من الناس لعنترة وعبلة؟ هو على حسب التاريخ بيقولوا كده. ده أصعب بقى، أعتقد ده أصعب مكان بيبقى فيه جواز عندكم. لا بالعكس، احنا اصحاب تعز. هما شقي وجامد عشان يتجوزوا وما اتجوزوش برضه. لا ده زمان. عشان كده فضلت قصه حب جميله. احكي لنا على الزي الاول اللي انت لابساه الجميل ده ايناس، وده ليه علاقه بالاعراس والافراح ولا لا؟ لا، هو ده الزي الصبري. هذا الزي طبعا في اي وقت ممكن يلتبس، يعني زي عادي بيلتبس بشكل عام بشكل يومي. ويعتبر طبعا هو اصله يعود للحضاره الحميريه. يعني هو متدرج من حمير. ايوه من حمير، حتى النقش اللي هنا كان يخيطوه باليد. بس طبعا هذا الشيء اندثر. فالان زي ما هي قالت، احنا بنحاول ان احنا نعمل عمليه احياء، انه الحاجات هذه ما تموتش. والربطه يعني. دي ربطه جديده برضو ولا قديمه؟ هي دي القديمه. ده كله زي الصبري يعتبر. يعود الى قبل صبر في منطقه تعز. انا وهي نفس الزي، بس يختلف النقش والالوان. ايوه استاذه مياده، نفس الربطه دي من نفس المكان دي يومين في اليمن. تعز تعتبر منطقة وسطى ما بين صنعاء وعدن، يعني ما بين الشمال والجنوب، احنا في النص. ده الزي اليومي. وهو كمان بيبقى الكم اكبر من كده. وبيتعطف ويتربط وبيتحط فيه حاجات زي يعني مش فولكلوري ولا حاجة، ده عادي. لا لا، ده الشعبي، ده الفولكلوري بتاعنا التقليدي. بس هو بيتلبس في الأيام العادية. لبس الأعراس بيبقى زيه بس بتطريز أكتر والإكسسوارات أكتر. زي ده في يعني لبس العرايس هو نفس الحاجة، بس بيبقى تطريز وشغل أكتر، بيبقى داخل فيه زي ما قالت برديس عقيق وفضة. مش ذهب؟ في وفي يعني حق الملوك. طب العروسه بقى، انا سمعت يعني بيقولوا عندكم في اليمن ما شاء الله ان العروسه بتقعد 7 ليالي الفرح بتاعها. سبعة بس في اكثر من شهر العروسه بتتجهز من قبلها، قبل الهنا بسنه. شهر. ازاي؟ شهر كامل. بتعمل ايه في الشهر ده؟ هي بتدلع شهر يعني. عموما في اليمن اول ما تتخطب، بعد كده اللي هو كتب الكتاب بالمصري عندنا عقد القران، ايوه، فتره شهر تقعد في البيت ما تطلعش عشان الشمس، تقعد تعمل ماسكات لوشها وتدلع، ما تطبخش، ما تعملش حاجه. وفي بعض المناطق زي دمار وصنعاء ممكن يودوها رحله بره قبل الفرح باسبوع او اسبوعين، تطلع تشم شويه هواء وترجع قبل ما تبتدي اللي هو يوم مع صاحباتها برضو زي ما بيعملوا دلوقتي. دي حاجه جديده مستحدثه. لا عندنا دي.